مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي، مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الأولى متوسط. المقطع الثاني حب الوطن، تحضير درس صفحة 33، النعت السببي زائد وظف تعلماتي زائد أنجز تماريني. نبدأ. أتعلم قواعد لغتي. لقد تعرفت في المقطع السابق على النعت الحقيقي، فما هو؟ فيما يطابق منعه؟ تعريف النعت الحقيقي هو تابع يتبع متبوعه في الإعراب ويطابقه في التعريف والتنكير وفي النوع والعدد. والآن لاحظ العبارة الآتية لتعرف نوعاً آخر من النعت. حب الوطن من الإيمان، كلمة تجري على ألسنة المسلمين، صحيح ثابت معناها. على ما تدل كلمة صحيح ثابت؟ كلمة صحيح ثابت وثابت نعت. المنعوت ما هو المنعوت؟ المنعوت هو معناها. ما علاقة الكلمة معناها بالكلمتين صحيح ثابت؟ كيف نسمي هذا النعت؟ كلمة معناها منعوت، وهي بعد النعت ليست قبله. الاستنتاج: النعت السببي هو ما دل على صفة من الصفات تتعلق بمنعوته. نسمي هذا النعت نعت سببي. نعم. فيما يتبع النعت السببي منعوته؟ يتبع النعت السببي منعوته في الإعراب والتعريف والتنكير. ما الصورة التي يلزمها النعت السببي؟ الصورة التي يلزمها النعت السببي هي الإفراط. فيما يطابق النعت السببي ما بعده؟ يطابق النعت السببي ما بعده في التذكير والتأنيث. الاستنتاج: يتبع النعت السببي منعوته في الإعراب والتعريف والتنكير، ويلزم صورة الإفراط، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث. النعت السببي ينقسم النعت السببي في اللغة العربية إلى قسمين وهما النعت السببي والنعت الحقيقي. وأما تعريف النعت السببي فهو تابع من التوابع، ووظيفته هي أن يبين أو يظهر صفة شيء متصل بالموصوف. مثال: سارة حسنة أخلاقها. حسنة نعت سببي يدل على صفة في كلمة أخلاق التي هي صفة لسارة. عبد الرحمن حسن سلوكه. حسن نعت سببي يدل على صفة في كلمة سلوك التي هي من صفات عبد الرحمن. أوظف تعلماتي. هات أمثلة تشتمل على نعوت سببية. أمثلة: السيارة لونها أحمر. قوله تعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قوله تعالى: ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. عين النعت السببي وبين أوجه المطابقة لمنعوته ولما بعده فيما يأتي. صاحبت زميلا كريما خلقه، أبية نفسه، صالحا عمله، نقية سريرته، حسنا كلامه. أعين النعت السببي وأبين أوجه المطابقة لمنعوته. النعت السببي: كريما. منعوته: زميلا. وجه المطابقة لمنعوته: في الإعراب والتنكير. النعت السببي: صالحا. منعوته: عمله. وجه المطابقة لمنعوته: في الإعراب والتنكير. النعت السببي: حسنا. منعوته: كلامه. وجه المطابقة لمنعوته: في الإعراب والتنكير. أعين النعت السببية وأبين أوجه المطابقة لما بعدها. النعت السببي: أبيته. أبية. منعوته: نفسه. وجه المطابقة لما بعده في التأنيث. النعت السببي: نقية.
منعوته سريرته. وجه المطابقة لما بعده في التأنيث. أنجز تماريني في البيت. 1. عين مما يأتي النعت السببي وبين وجه المطابقة بينه وبين منعوته وبينه وبين ما بعده. في صباح يوم مشرق زرت حديقة جميلة. أتنقل في جنباتها وأتشمم أريج زهراتها المتفتحة أكمامها المنبعث شذاها عطرا فواحا، وأتفيأ ظلال أشجارها الباسقة أغصانها، وأسمع تغريد طيورها الجميل وقعه وكأنه لسان الطبيعة يشكر الخالق على بديع صنعه. أعين النعت السببي وأبين أوجه المطابقة لما بعده. النعت السببي: المتفتحة. منعوته: أكمامها. وجه المطابقة لما بعده: في التأنيث والتعريف. النعت السببي: المنبعث. منعوته: شذاها. وجه المطابقة لما بعده: في التذكير والتعريف. النعت السببي: الباسقة. منعوته: رخصانها. وجه المطابقة لما بعده: في التأنيث والتعريف. النعت السببي: الجميل. منعوته: وقعه. وجه المطابقة لما بعده: في التذكير والتعريف. ثانيا، أعرب ما تحته خط في الجملة الآتية: الربيع فصل جميل هواؤه، مشرقة شمسه. الكلمة: جميل. إعرابها: نعم، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الكلمة: مشرق. إعرابها: نعم، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.